يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أولى حلقات الأسبوع من هذا البرنامج. دايما حلقات بتكون مهمة ومليئة بالتفاصيل العديدة اللي بتتعلق ببعض الجوانب المحلية العالمية، وبالتحديد كمان كل ما يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، خصوصا في ظل فترة حاسمة جدا في مشوار النادي الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الأفريقي الأكثر أهمية بكل تأكيد. بالتالي عندنا تفاصيل كتير جدا جدا هنتكلم فيها على مدار حلقتنا النهاردة، لكن مهم قوي تواصل حضراتكم معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال حلقة اليوم بيتعلق بمباراة الغد الهامة جدا أمام المقصة، وتوقعاتكم لنتيجة هذه المباراة، ومين كمان ممكن يسجل الأهداف في مباراة بكرة. إن شاء الله الأهلي يكون موفق، وبكل تأكيد هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد، لكن دايما بيكون في عناوين مهمة لكل حلقة. نشوف أهم عناوين حلقة النهاردة. يلا في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة المقص، واتحاد الكرة يعدل موعد المباراة. أما في الترند العالمي، ميسي يأمل في كسر عقدة النهائيات. ماتشين مهمين جدا جدا النهاردة وحاسمين في نفس الوقت، لأن هما نهائيات بطولات مختلفة. نبتدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، النهاردة مباراة غاية في الأهمية، وهي مباراة النهائي في هذه البطولة بين مين؟ الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري. المباراة اللي هتتلعب في بنين بأرض محايدة، المباراة هتكون بالتحديد في تمام الساعة 9 مساء. فرقتين يعني أقوياء جدا، نتمنى لهم كل التوفيق ونشوف مباراة حلوة بإذن الله. كمان في كوبا أمريكا النهاردة اثنين صباحا، أو بكرة بقى اثنين صباحا، مباراة البرازيل والأرجنتين، نهائي الحلم ما بين أقوى المنتخبات في العالم، ما بين نيمار وميسي. ميسي اللي بيأمل أنه يفوز ببطولة مع منتخب بلاده، لغاية دلوقتي هو 34 سنة تقريبا ما فازش ولا بطولة مع منتخب بلاده، فبالتالي مباراة مهمة جدا لميسي، وهي أيضا مباراة مهمة جدا للبرازيل ونيمار أيضا اللي بيأمل في أنه يحقق لقب مع منتخب بلاده. أعتقد كلنا هنتابع مباراة البرازيل والأرجنتين حتى لو هتتلعب الفجر يعني. فدي أبرز وأهم المباريات النهاردة، لكن التفاصيل كلها هتكون معنا بس بعد الفاصل. استنوا، أهلا بحضراتكم من جديد. يعني اللي كان ملاحظ على مدار الأيام السابقة هو موضوع التساهل أمام النادي الأهلي، وأن البعض من هم محسوبين على بعض الأندية الأخرى دايما بيحاولوا أن هم يدوسوا على الحتة دي شوية، وأن كل الأندية اللي بتقابل الأهلي بيتساهلوا قدامه عشان يكسب الدوري وعشان هو ينافس ويحصد نقاط أكتر الفترة الجاية عشان يلحق الزمالك، وحاجات كده من هذا القبيل وحاجات غير منطقية. وللأسف برضو الواحد بيزعل جدا لما بيشوف ناس من المفترض ان هي متعلمة كويس، من المفترض زي ما هم بيقولوا، وان هي ناس مثقفة. فأنا مش عارف انهي تعليم ده ولا انهي ثقافة دي يعني اللي بيتكلموا بيها بالطريقة دي، مش عارف. فأنا مش عارف، مستغرب جدا جدا بخصوص الأمر ده تحديدا، لان مش الأهلي يا جماعة اللي بيحتاج الكلام ده. الأهلي ده فريق بيلعب في يعني مناسبات عالمية، الأهلي ده بيلعب في كأس العالم، الأهلي ده مش بينافس على البقاء في بطولة الدوري، الأهلي ده بطل الدوري 42 مرة، الأهلي الموسم اللي فات هو بطل الدوري، في عز ما المنافسة بتبقى موجودة الأهلي بيفوز بالدوري. يعني مش ده النادي اللي محتاج إن حد يساعده، ولا النادي اللي بيحتاج إن حد يتساهل قدامه. مش هقول الكلمة التانية اللي هم بيقولوها، مش الأهلي أبدا. فاللي بيعمل كده واللي بيحاول ان هو يتكلم او من المنطلق ده او في الاتجاه ده تحديدا، هو بس بيحاول ايه؟ يستفز الفرق اللي بتقابل الاهلي عشان يبقوا بمنتهى الجديه قدام الاهلي، وان هم يحاولوا يفوزوا على النادي الاهلي. وده شغل خارج الملعب، ماشي مفيش مشكله، هم كده كده اي فريق بيلعب النادي الاهلي بيحاول ان هو يطلع كل اللي عنده، لانه بيلعب مين؟ اسم مين؟ اسم الاهلي. فكده كده هو بيلعب بمنتهى القوه، بيلعب بمنتهى الجديه، لان انت دي الماتشات اللي بتبان قدام الجمهور من خلالها، دي الماتشات اللي بيبقى ليها مشاهده كبيره جدا جدا. اي ماتش للاهلي فاضمن ان نسب المشاهده غير طبيعيه، لانه النادي الاهلي اكبر شعبيه واكبر جماهيريه، مش بس في مصر، لا،
في افريقيا والوطن العربي. فكل لعيب هيلعب قدام الاهلي او كل مدرب هيلعب قدام الاهلي هيبقى عايز يثبت ايه؟ ان انا جامد قوي، ان انا مفيش زيي، وده الطبيعي. مش الطبيعي بقى اللي الناس التانيه بتقوله، اللي انتم عارفينهم كويس جدا ما عندهمش غير ان هم يقولوا الكلام ده، لا يملكوا شيئا غير كده للاسف الشديد يعني. طيب يجي يقول لك ما هو الاهلي اصل فاز على المقاولين، والمقاولين مش عارف عمل ايه، ده ماتش كان صعب جدا، والماتش لغايه اخر ربع ساعه ما اتحسمش، واللي خلى الاهلي يفوز في المباراه دي بصراحه يعني بعد توفيق المولى عز وجل تغييرات موسيماني وتعامله التكتيكي المميز في هذه المباراه. في نفس الوقت المقاولين ده اللي كان هيفوز على الاهلي في الدور الاول، كان كسبنا 2-0 رجعنا كسبنا 3-2. المقاولين ده اللي عنده الكابتن عماد النحاس اللي تأهل معاهم للكونفدراليه الافريقيه السنه اللي فاتت. فكلام ملوش اي لازمه خالص خالص، ومش لازم نقف عنده كتير. وفي نفس الوقت ما انا برضو بستغرب الناس دي اللي بتتكلم بالمنطلق ده، طب ما تبصوا على نتائج فرقكم قدام النادي الاهلي، هل انتوا كمان بتتساهلوا مع الاهلي؟ يعني انتوا كمان بقالكم مثلا 3 ماتشات في مختلف البطولات؟ وانا هنا بتكلم على الشخص او الكام شخص القليلين اللي للاسف محسوبين على نادي الزمالك للاسف الشديد يعني، اللي ما ينفعش يظهروا قدام الجمهور ويتكلموا لان الثقافه عندهم محدوده جدا جدا جدا. فانا بسالهم سؤال، هل معنى كده ان النادي اللي انتوا بتشجعوه ده بيتساهل هو كمان قدام الاهلي؟ ما انت ما كسبتوش السنه دي، ما كسبتش الاهلي السنه دي، فكده دي معناها ان انت بتتساهل برضه؟ حاجه غريبه قوي، حاجه غريبه جدا. فكل الكلام ده احنا مش هنقف عنده، وفي نفس الوقت مش هيشتت ابدا ابدا لا جهاز فني ولا لعيبه عندنا في النادي، لان الناس دي عارفه اهدافها كويس جدا، ما بيبصوش للمهاترات دي، هي مهاترات وهزار وكلام للاسف هو تافه من الاخر يعني، كلام تافه اقل ما يقال عنه انه تافه. فما بيبصوش للحاجات دي، هم مركزين في هدفهم. هدفهم ايه؟ ان هم كل مباراه بيلعبوها في الدوري يكسبوها. هدفهم ايه كمان؟ لان ده النادي الاهلي، ان هم يفوزوا بدوري ابطال افريقيا. الاهلي اللي بيوصل لكل المراحل النهائيه في اي بطوله، الاهلي اللي بيلعب في مستويات عاليه جدا في كاس العالم للانديه، ناس كتير جدا ما لعبتش فيها، ما فيش اي نادي في مصر لعب في كاس العالم للانديه غير الاهلي، صح ولا لا؟ صح مش كده؟ فبالتالي كلام يعني غريب جدا في توقيت غريب، وكل الهدف منه ان هو يشتت النادي الاهلي. الاهلي مش هتشتت، الاهلي هيلعب كل مباراه بمنتهى القوه عشان يوصل لاهدافه ويحقق طموح واحلام جماهير، وده امر يعني ما فيهوش كلام وما فيهوش نقاش اطلاقا. فمش هنقف كتير عند الحاجات اللي زي دي، وكل واحد بيحب شويه ان هو ايه يتكلم شويه عن النادي الاهلي، فما فيش مشكله، ده الاهلي برضه، ده الاهلي برضه. فاي حد بيبقى عايز كده يتشهر شويه او عايز الناس تعرفه شويه او الناس تاخد باله منه، فهيتكلم عن النادي الاهلي بشكل سلبي مش بشكل ايجابي، فده امر احنا اتعودنا عليه. لكن خلينا احنا بقى في المهم، الاهلي بيفكر في ايه الفتره الجايه؟ الاهلي بيستعد لايه؟ عندنا مباراه غايه في الاهميه بكره امام المقصه، مباراه في اطار بطوله الدوري مع فريق مميز، فريق قوي عنده جهاز فني محترم. مهم قوي قوي ان انت تكسب المباراه دي لعده اسباب، اهمها ان هي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا مباشره، فبالتالي ان انت تكسب فبتاخد ايه 3 نقاط وبيبقى معنوياتك مرتفعه، فبتبقى مستعد بشكل جيد للمباراه النهائيه الصعبه جدا امام كايزر تشيفز. ومش هتكلم على كايزر تشيفز دلوقتي لان مش ده وقته، احنا نركز في مباراه بكره وبعد كده ان شاء الله نكسب بكره ونفكر في مباراه كايزر تشيفز. بمناسبه مباراه بكره الميعاد اتعدل خلاص، بقى بدل ما كانت المباراه الساعه 5 بقت الساعه 7 مساء على استاد الجيش بالسويس، وان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، مباراه صعبه بكل تاكيد، ومهم جدا ان انت تحاول وتواصل حصدك للنقاط عشان توصل لمكانك الطبيعي كمتصدر لبطوله الجدول وبطوله الدوري او جدول بطوله الدوري العام، وده امر مهم جدا وبيشتغل عليه بشكل كبير جدا النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق للفريق باذن الله خلال استعداداته. بالمناسبه في مران بيجرى في هذه اللحظات، هو المران الاخير بالنسبه للفريق، بعده مباشره هيتم اعلان القائمه الخاصه بالاهلي لمباراه بكره، ويتحرك الفريق لمدينه السويس عشان يستعد الاستعدادات النهائيه لمباراه الغد باذن الله تعالى. طيب دي اهم الامور. عايز اتكلم شويه عن مباراه المقاولين اللي كانت اول امبارح واللي شفنا فيها تفوق وتالق للاهلي بالتحديد. ممكن الشوط الاول ما كانش الاداء
لان زي ما قال موسيماني كده هو اتفاجئ باسلوب لعب فريق المقاولين، ولهم كل الاحترام والتقدير بخصوص التشكيل او بخصوص الطريقه اللي يلعبوا بيها قدام النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت انا اللي يهمني كواحد مثلا متابع للنادي الاهلي او كواحد من جماهير النادي الاهلي، يهمني ايه بعد النتيجه؟ يهمني اشوف المدرب بتاعي تعامل ازاي في هذه المباراه. كان تغيير ذكي جدا وفرق بشكل ممتاز مع النادي الاهلي لما خرجت مدافع ونزلت ايه مهاجم، وده كان امر مهم جدا جدا جدا. نزلت بواليا مكان ياسر ابراهيم علشان انت مش عايز غير انك تكسب، غير انك تجيب جون، فتشتغل على كده حاجات من بتاعه ايام مستر مانويل، يعني ان انت بتجازف، انت النادي الاهلي انت اسم كبير لازم خلاص تخرج مدافع تلعب بمهاجم. وبعد كده بعد ما حققت هدفك نزلت مدافع وامنت صفوفك ولعبت بالشكل اللي انت بتلعب بيه دايما. لكن في بعض الاحيان الحاجات اللي زي دي بتبقى مطلوبه وبتبين لك قد ايه الراجل اللي قاعد بره ده كوتش مش مدرب. في فرق ما بين ان هو مدرب بيحط التشكيله وطريقه لعبه وخلاص، وما بين كوتش بيقدر يتعامل في الشوط الثاني يعمل ايه، يغير مين، ازاي يقدر يحقق هدفه يجيب جون او ان هو يكسب المباراه. فالحاجات اللي زي دي تبين لك قد ايه انت عندك مدرب مميز عكس كل الناس اللي بتهزر واللي بتقول ان الاهلي ما عندوش مدير فني. ما فيش حاجه اسمها كده طبعا، عندنا مدرب ممتاز بيشتغل بطريقه اكثر من رائعه مع اللاعبين، وعلاقته مميزه جدا باللاعبين بالتحديد في الجانب النفسي، وفي قناعه تامه جدا بيه داخل المنظومه الاهلاويه. ليه لا، وهو مدرب بيحقق كل النتائج وبيحقق كل الارقام وبيحقق كل البطولات تقريبا اللي شارك فيها مع النادي الاهلي ما عدا كاس العالم للانديه، يعني هي دي اللي ناقصاها مع الفريق، وبطوله الدوري طبعا لان هو ما كانش حققها، سافت كان فايلر هو اللي حسمها قبل ما يمشي. فنتمنى للموسيماني كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، مباريات الدوري او مباراه الدوري المتبقيه قبل كمان نهائي دوري ابطال افريقيا، وهي المباراه الاهم امام فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقيا. عندنا لعيبه مميزه جدا، لكن اعتقد ان احنا عرفنا كويس قوي، او البعض اللي كان بيهاجم عمرو السوليه عارف كويس قوي قوي قيمه عمرو السوليه. لعيب مهم ما يقللش اطلاقا من اتنين تقال قوي في نص الملعب زي حمدي فتحي وديانج، الثلاثه بيكملوا بعض لما بيلعبوا مع بعض، او اي اتنين منهم بيلعبوا مع بعض بيكونوا ممتازين. لكن السوليه في حته الربط بين الخطوط، في حته انك تضرب المدافعين بكور طوليه بيمتاز بيها السوليه بشكل كبير جدا، فبتفرق مع الاهلي في ماتشات كتير جدا. كان في راحه لعمرو السوليه شويه قد تستمر لمباراة الغد، هنشوف مستر موسيماني هيعمل ايه، لكن هو لعيب مهم جدا جدا في صفوف النادي الاهلي. محمد شريف بيواصل تألقه، سرعات ممتازة، اتصرف بشكل كويس جدا في الهدف الثاني رغم انه كان ممكن يديها القفشة. عدد كبير من اللعيبة قدوا مباراة مميزة، وخطوة تلو الأخرى انت بتقدر توصل لمكانتك المعروفة ومن خلال حصدك لمختلف النقاط، وكمان قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. كلها أمور مهمة نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي من خلال مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نطمن على كل الاستعدادات النهائية الخاصة بالفريق قبل مباراة بكرة أمام المقصة بإذن الله تعالى. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز أمير هشام، كل التحية ليك ولكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بك يا كريم، طمنا على كل الجديد وكل الاستعدادات اللي بتتعلق بالنادي الأهلي استعدادا لمباراة بكرة أمام المقصة. هذه المباراة الهامة جدا في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز. بالتاكيد طبعا، يعني نقدر نقول المرحله مستمره والتلاحم كبير جدا بين المباريات، لكن بتتبقى لنا بقى هي مباراه اخيره زميلي امير، هي مباراه المقصه. شفنا الاداء الحقيقه والتلاحم الكبير خلال المباريات الماضيه واخرها مباراه المقاولون العرب اللي خدت جهد كبير جدا من اللعيبه وخدت جهد اكبر كمان من بيتسو موسيماني نظرا لطريقه اللعب وغلق المساحات يمكن اللي كان صعب جدا على فريق النادي الاهلي، لكن بالرؤيه الفنيه الحقيقه المميزه جدا والتغييرات اللي كان ليها تاثير كبير. ناس استغربت على التغيير يمكن اللي بيتسو موسيماني قدر ان هو يخرج ياسر ابراهيم وينزل حمدي فتحي لعبه ورا يمكن يدعم بعض اللعيبه، يمكن الامر ده كان مهم جدا، طمانينه كبيره جدا. والحقيقه بنحيي بيتسو موسيماني مع لعيبه النادي الاهلي على الاداء المميز. المباراه كانت صعبه جدا المباراه الماضيه، لكن ان شاء الله باذن الله يستمر لعيبتنا في التركيز الكبير. المباراه الغايه في الاصعب وهي مباراه المقصه، نفس الامر هيكون متواجد، نفس الروح اللي عند فريق المقصه مهما كانت النقاط وفقد النقاط والترتيب. انت عارف يا امير كل مباراه بيقابلها النادي الاهلي او اي خصم بيقابل النادي الاهلي بيكون مباراه كؤوس، بيكون مباراه بطوله، فلابد يكون في تركيز كبير، وده اللي الحقيقه بياكد عليه كل مره بيتسو موسيماني. النهارده كانت
محاضرته الفنيه يعني ما استغرقش وقت طويل، على قد ما كان التركيز كله على اهميه المباراه. لابد ان احنا نحسم هذه المباراه، نظهر بشكل جيد، نحافظ على بعض، لان برضو امير انت عارف اللعيبه عندها جزء من التفكير في مباراه كايزر تشيفز النهائي الافريقي. لكن ان شاء الله باذن الله تعدي ال 90 دقيقه بسلام، لعيبتنا ان شاء الله باذن الله تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، تركيز كبير من اول دقيقه، ونقدر ان شاء الله باذن الله نحصل على 3 نقاط مع الحفاظ بشكل كامل على كل اللعيبه. ممكن نشوف روتيشن، ممكن نشوف بعض التدوير في بعض المراكز زي ما شفنا في المباراه الماضيه، لكن النهارده التدريب انت عارف مغلق، التدريب كعاده طبعا قبل كل مباراه بيكون تدريب مغلق، لكن تدريب قوي النهارده اكيد. موسيماني هيركز على اكثر من جزء، التركيز طبعا التغييرات اللي يمكن كان ليها تاثير كبير، ايضا كمان الباكات، التغطيات العكسيه، التغطيات الهجوميه، كل الامور دي هيحاول يتكلم عليها بشكل كبير جدا. فيا رب ان شاء الله يكون تدريب مميز يستفيد بيه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وتقدر لعيبتنا ان شاء الله تطبق فكر بيتسو موسيماني في مباراه مصر المقصه. على هامش المران الحقيقه زميلي امير، انا عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا طبعا، والحقيقه يعني كابتن محمود الخطيب بشكل عام يعني اب واخ اكبر لكل اللعيبه وكمان لجمهور النادي الاهلي. النهارده كانت في لقطه مميزه جدا، يعني احد طبعا اصحاب الهمم طبعا وذوي الاحتياجات الخاصه، وهو يمكن اسمه محمد عبد العاطي، يعني كان كتب تويته ويمكن قال حلمه وامنيه حياته ان هو يتواجد في النادي الاهلي ويقابل الكابتن محمود الخطيب. وكعاده الكابتن محمود الخطيب الحقيقه يعني قابله النهارده ويمكن عند دولاب البطولات التقط مع بعض الصور التذكاريه وتوجه بيه الى استاد مختار التتش. يمكن هو بيتابع المران دلوقتي مع الكابتن محمود الخطيب، وضع له كمان على التيشيرت لافته يعني طيبه جدا وبيبقى ليها مردود. احنا بنعرض اللقطات هي كريم على كل جمهور النادي الاهلي بيتكلم معانا، يعني شايفين لقطات وجانب انساني مهم جدا ومميز، ودايما الكابتن محمود الخطيب ما بيتاخرش في مثل هذه الامور يعني في الحقيقه. دي حقيقة طبعا زميلي يا امير، يعني اللقطة رائعة ومميزة جدا، ويمكن دي رسالة تقبل لكل جمهور النادي الاهلي. يعني الامور دي بتفرق بشكل كبير جدا مع كل الناس اللي بتحلم تكون متواجدة داخل النادي الاهلي. انت عارف حلم كبير، الناس بتبقى متواجدة بره بتحاول تسالنا ممكن نخش نتفرج على تدريب، عايزين نخش نصور على دولاب البطولات، امور عديدة جدا طبعا بتبقى يعني في شهوة كبيرة جدا لكل الجمهور. لكن الحقيقة يعني طبعا كابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة ان هو يتواجد مع يمكن محمد عبد العاطي، ويمكن كمان هيكون في لقاء من خلالك طبعا امير، يمكن الراجل اتكلم بشكل كبير جدا على حبه الكبير للنادي الاهلي. لكن لقطه مميزه جدا بنحيي عليها اكيد الكابتن محمود الخطيب، وده مش امر جديد على مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. لو بنرجع تاني امير مره تانية للاستعدادات الخاصه بفريق النادي الاهلي، انت عارف طبعا يعني فقدنا عدد كبير المباراه الماضيه وممكن بنفقد كمان عدد، لكن هيرجع لنا بقى السوليه من جديد، راحته كانت مهمه جدا ومطلوبه المباراه الماضيه، بيعود ان شاء الله. محمد هاني برده كمان ممكن يبقى ليه دور وياخد في المباراه القادمه مع طبعا الاداء المميز جدا لاكرم توفيق. لكن انت عارف طبعا يعني بيتسو موسيماني عندنا مباراه نهائيه، في حاول ان هو يرجع محمد هاني من جديد، بدري بنون يمكن ياخد بكره كمان بدايه المباراه. كل الامور دي طبعا متروكه لبيتسو موسيماني لقراءته الفنيه الممتازه الحقيقه في الخصم. يمكن الفريق المقصه طبعا كابتن محمد عبد الجليل عنده دوافع اكيد، ولاعيبه النادي المقصه عندها دوافع، لكن ان شاء الله دوافعنا تكون اكبر. لكن الامر المهم جدا اللي بناكد عليه كل مره زميلي امير، لعيبتنا بس تحافظ على نفسها في المباراه، ده امر مهم جدا. ان شاء الله باذن الله يخرج المران بسلام بدون اي اصابات، ومنها ان شاء الله الى المباراه لعيبه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله عقب المباراه مباشره على السويس، معسكر مغلق استعدادا للمباراه. اكيد انت اتكلمت او هتتكلم على تعديل الميعاد من 5 لـ7، ده امر مهم جدا، لان يمكن انت عارف زميلي امير برده 5 دي كانت هتبقى صعبه جدا في ظل الرطوبه وفي ظل حراره، ويمكن كمان درجه الحراره بكره الرطوبه عاليه شويه. فان شاء الله باذن الله الجو والمناخ والطقس وكل الامور تكون مع النادي الاهلي، وباذن الله نحصل 3 نقاط هيساعدونا بشكل كبير جدا ويرفعوا الروح المعنويه بشكل اكبر، ويكون استعدادنا ده بقى بشكل اقوى واكبر واكثر في مباراه كايزر تشيفز الحلم الكبير، البطوله الافريقيه ولقب الحفاظ الدفاع على لقب البطوله الافريقيه. باذن الله كريم، كلها امور مهمه في الحقيقه، لكن يبقى السؤال الاهم وفيما يتعلق بمركز حراسه المرمى في ظل تاكيد موسيماني في المؤتمر الصحفي الاخير عقب مباراه المقاولين العرب، لما قال ان الشناوي كان بيلعب مش جاهز بنسبه 100%. في نفس الوقت في ظل كمان اصابه علي لطفي، عايز اطمن شويه على علي لطفي على مدى جاهزيه الشناوي، وكمان عايز اطمن بشكل اكبر على مصطفى شوبير، لان ممكن جدا الظروف تخليه هو اللي بيلعب المباراه بشكل اساسي. فطمنا على الجزئيه دي تحديدا يا كريم من خلال متابعتك واخر الجديد فيها. يعني لو هبدا معاك بعلي لطفي، يعني علي لطفي مستمر في التاهيل، علي لطفي مش هيكون متواجد في مباراه مصر المقصه، ويمكن ده التاكيد اللي بياكدونه طبعا لطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، لكن بيتم التاهيل وبيتم التجهيز لرحله المغرب. تمام. مصطفى شوبير كمان بيتم التجهيز الحقيقه، ويمكن مصطفى شوبير تحديدا يعني اداؤه مميز جدا الحقيقه في التدريبات، ولو خد المباراه هيادي اداء مميز جدا، عنده روح وعنده اصرار ومركز ومستني الفرصه بشكل كبير جدا مصطفى شوبير الحقيقه، هو كمان وحمزه علاء. لكن الشناوي يبقى الشناوي، يعني الشناوي الحمد لله في التدريب متواجد
بيأدي التدريبات بكل قوة، وعلى ما أعتقد يعني بالشكل العام وبالرؤية لا الشناوي متواجد بكرة أمير في حراسة المرمى على خط سير بقى المباراة. المباراة بإذن الله ربنا كرمنا وقدرنا نحرز هدف واثنين وثلاثة زي ما شفنا في المباراة الماضية، ممكن نلاقي مصطفى شوبير بياخد بعض من الوقت لأن برضه علي لطفي هيرجع، ممكن برضه ريسك يكون متواجد في القائمة في كايزر شيف، لسه الأمر ده لم يحسم. لكن الحقيقة علي لطفي ماشي بشكل طيب جدا في التأهيل، لكن الشناوي بأكد لك إن هو جاهز طبق الرؤية طبعا لبيتسو موسيماني، لكن جاهزية الشناوي بتدينا إشارة إن الشناوي إن شاء الله يكون متواجد في حراسة مرمى النادي الأهلي بجانب مصطفى شوبير، ومش بعيد مصطفى شوبير ياخد فرصة ويكون متألق إن شاء الله على حسب خط سير المباراة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم أحمد من رئيس القناة الأهلي واللي كان معانا على الهواء مباشرة من استاد مختار التتش أو بالتحديد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لأن المران مغلق فما قدرش ان هو يظهر معانا من خلال الاستاد نفسه، لكن اتكلم معانا في تفاصيل كتير جدا مهمة واهمها طبعا مركز حراسة المرمى ومدى جاهزية الثلاثي هذا المركز، سواء محمد الشناوي اللي طمنا عليه بشكل كبير جدا، كريم، علي لطفي اللي مش هيكون موجود في مباراة بكرة، فبالتالي البديل للشناوي بكرة هيكون مصطفى شوبير. ايا كان ثلاث حراس مميزين عندهم امكانيات كبيرة، نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى كل التوفيق للفريق ككل بإذن الله تعالى. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل ناخد بعض الفقرات الأخرى من حلقة الترند، يلا بينا. أهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نشوف ترند الأهلي وإيه الكلام اللي كتب عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا وأهم وأبرز الأخبار بالتحديد كمان، ونعلق عليها ونوضحها لحضراتكم. نبتدي بالحساب الرسمي للأهرام على تويتر واللي بيقولوا إن موسيماني يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي أمام المقصة، أمر وارد جدا في إطار يعني ضغط الماتشات اللي فاتت، ماتشات كلها ورا بعض، إحنا لسه لاعبين أول إمبارح هنلعب بكرة، فبالتالي المسافة أو المساحة ما بين المباراتين قليلة جدا، فبالتالي أنت عايز تجهز أكبر كم ممكن من اللعيبة وعايز تتفادى أي إصابات، فممكن جدا ان انت تعمل تعديلات على تشكيله مباراه بكره امام المقصه رغم اهميه هذه المباراه. وانا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الاهلي كان ماشي في اطار مرحله صعبه جدا ومن خلال كمان معادله هي الاصعب، بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في كيفيه الحفاظ على اللاعبين وفي نفس الوقت تقدر تفوز بالمباراه وفي نفس الوقت توصل لمباراه كايزر تشيفز بقائمتك كامله باذن الله تعالى وبجاهزيه فنيه كبيره. فعلشان كده ممكن جدا يكون في تعديلات في تشكيل مباراة بكرة، هنشوف وهننتظر، كل الثقة في موسيماني. بالتالي نروح لي يلا كورة وحسابهم على تويتر واللي باختيار جمهور يلا كورة موسيماني هو مدرب الأسبوع، وده أمر طبيعي جدا لأن الراجل عمل مجهود كبير قوي قوي، يعني لو اللعبة بتعمل مجهود جوه الملعب فالراجل ده عمل مجهود أكبر في التفكير في كيفية ضرب دفاعات المقاولون العرب في مباراة أول امبارح، ونجح في كده من خلال طبعا إيه؟ من خلال التغييرات اللي عملها أو التغيير بتاع والتر بوالي. وبالنسبة والتر بوليا ناس كتير كانت بتتكلم عن ان والتر بوليا ماشي ممكن يمشي ممكن، لكن الراجل انت احتاجته فلعبته، فبالتالي تخيل والتر بوليا ده كان جاب جون ولا اتنين مثلا يعني كان الكلام كله عليه هيتغير 180 درجه. فعلشان كده كمان بنقول لحضراتكم الشيء بالشيء يذكر، يعني اي كلام على رحيل بعض اللاعبين او تواجدهم او بقائهم او كلام من ده سابق لاوانه، لان لسه الموسم ما خلصش ولسه في مراحل كتير جدا مهمه واللعيبه دي لسه موجوده في قائمه النادي الاهلي، ففي متغيرات كتير جدا في الكوره ممكن تلاقي حاجات كتير جدا بتتغير. لكن موسيماني ادار المباراه بمنتهى الذكاء ومنتهى التميز وقدر في النهايه ان هو يوصل للنتيجه اللي بيتمناها سواء هو او لاعبيه او جمهور النادي الاهلي. نروح لحساب يلا كوره على فيسبوك وباختيار جمهور يلا كوره برده محمد شريف هو افضل لاعب في الاسبوع، لان محمد شريف المباراه الاخيره امام المقاولين جاب هدف، المباراه اللي قبليها جاب هدفين امام سموحه، فبالتالي لاعب بيواصل تالقه بيشتغل بشكل مميز جدا جدا مع النادي الاهلي، وصل ل 11 هدف دلوقتي ولا 12 اعتقد 12 هدف مع النادي الاهلي في بطوله الدوري بخلاف الخمس اهداف اللي في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي هو عامل موسم اكثر من رائع. وبالمناسبه 12 هدف من غير ولا ضربه جزاء لمحمد شريف، فدي ارقام كلها مميزه نتمنى له الاستمرار في هذا التالق في الحقيقه. خلينا كمان نروح لحساب اليوم السابع على فيسبوك واللي بيقولوا ان الاهلي يجهز علي لطفي للسفر للمغرب لمواجهه كايزر تشيفز بنهائي افريقيا، وده امر يعني امر طبيعي جدا جدا. علي لطفي كان عنده يعني اصابه خفيفه بيتم معالجته منها، بيعمل بعض التدريبات التاهيليه زي ما اطمنا من شويه، فبالتالي هيكون موجود باذن الله في رحله المغرب، وهو حارس من الحراس المميزين جدا، ورغمه برده انا بقول لحضراتكم شوفوا الكوره والمتغيرات اللي فيها
كان كلام كتير جدا على علي لطفي قبل ما يشارك في مباراة الزمالك الأولى اللي كسبنا فيها 2-1 واللي صد فيها علي لطفي ضرب الجزاء. كلام قبل مباراة مختلف تماما عن كلام ما بعد مباراة بعد تألق هذا الحارس المميز. فبالتالي احنا عندنا حراس ما شاء الله مميزين، علي لطفي من ضمنهم، فكل الثقة ليه، لأن في مرحلة هو يعني هيشارك فيها بشكل أساسي بإذن الله يكون شوفي تماما أنه يشارك، وهي مرحلة تواجد الشناوي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. فطبعا بيتم تجهيزه والأمور ماشية بشكل جيد زي ما اطمننا من شوية. طيب موسيماني كمان، وده من خلال المصري اليوم وحسابهم على تويتر، بيطلب إيه؟ بيطلب ملخص مباريات كايزر تشيفز في الدوري الجنوب أفريقي، وده أمر طبيعي في إطار الدراسة والمذاكرة اللي دايما بيقوم بيها المدرب قبل أي مباراة وقبل أي مواجهة أي فريق ممكن يكون هيقابله الفترة الجاية، ما بالك بقى مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا. فلازم هيذاكر الفريق ده بشكل مميز جدا، يشوف نقاط القوة والضعف. فده هيحصل إزاي؟ من خلال إن هو يشوف بعض الفيديوهات لفريق كايزر تشيفز اللي بالمناسبة يعني غامض شوية، ما تقدرش تقول هو فريق كويس ولا فريق وحش، لأن نتائجه متفاوتة في البطولة. يعني في ماتشات خسر فيها 4 وماتشات ان هو قدر ان هو يصعد بهدف واحد، يعني اداؤه متفاوت. فده يقلقك يتعبك شويه في المذاكره، هتعمل ايه معاهم يعني. لكن في كل الاحوال ان شاء الله واثقين في الجهاز الفني ان هو يقدر يتعامل مع هذه المباراه بالشكل المناسب. في اطار الحديث على كايزر تشيفز ومن خلال حساب مبتدا على تويتر، بيقولوا ان قبل مواجهه الاهلي بنهائي افريقيا كايزر تشيفز يفقد خدمات احد نجومه. مين هو بقى؟ خاما بيليت، اللاعب الزامبي الشهير المميز اللي كان موجود في صن داونز فتره من الفترات، اللي كان فيه اهتمام في فتره من الفترات اعتقد من انديه كبيره جدا جدا في مصر بهذا اللاعب، عنده اصابه. بيتم المحاوله دلوقتي لتجهيزه لمباراه الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. النسب لحقه ضعيفه، مش بنركز مين هيلحق او مين مش هيلحق، فرقه كلها محترمه، فرقه كلها عندها امكانيات ولاعيبه مميزه جدا. فبالتالي ايا كان هيلعب خاما بيليت مش هيلعب، انت جاهز لمواجهه هذا الفريق باذن الله تعالى. نخلص بس ان شاء الله من مباراه بكره وناخد 3 نقط، وبعد كده نتفرغ للحديث عن مباراه كايزر تشيفز باذن الله تعالى. تعالوا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف الترند العالمي وابرز الاحداث العالميه بشكل عام وابرز الامور اللي بتتعلق بمحترفينا كمان المصريين، ونبتدي بحساب ديلي ستار على تويتر واللي بيقول ان محمد صلاح وفيرجيل فان دايك شاركوا في تدريبات ليفربول واللي بتقام في النمسا استعدادا للموسم الجديد. 2 لعيبه مهمين جدا، محمد صلاح طبعا ما حدش يقدر يختلف على قيمته واهميته بالنسبه لفريق ليفربول، رغم ان في بعض التقارير خلال الساعات السابقه بتربط بين محمد صلاح وريال مدريد. ما اعرفش حقيقه التقارير دي ايه او ما اعرفش مدى صحتها بنسبه كبيره، لكن ممكن يكون في تفكير للتعاقد مع محمد صلاح. هل هيبقى في موافقه اصلا من ليفربول ولا لا؟ ما اعتقدش. لكن في نفس الوقت اللاعب التالي اللي هو فيرجيل فان دايك اللي تعافى تماما من اصابه الرباط الصليبي اللي جات له مع بدايه الموسم الماضي، ولاعب مهم واضافه كبيره جدا، شفنا مدى تاثر ليفربول بغيابه. فالاثنين بيستعدوا من خلال معسكر النمسا للموسم الجديد. طيب خلينا كمان نروح لايه؟ نروح لحساب اي بي ال وورد على تويتر، واللي بيتكلم على ان ليفربول بيجهز عرضا قيمته 40 مليون يورو من اجل ضم ساول نيجويز، طبعا لاعب خط وسط اتلتيكو مدريد، لاعب مميز جدا وعايز يعوض من خلاله يورجن كلوب رحيل فينالدوم لباريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع ليفربول، فبيدور على لعيب في المكان ده. فراقول بصراحه من ضمن اللعيبه المميزه جدا، وبالمناسبه برده في تفكير في برشلونه للتعاقد مع نفس اللاعب ويبقى في صفقه تبادليه بين اتلتيكو وبرشلونه. تتمثل في ايه؟ ده مجرد تفكير لحد دلوقتي، تتمثل في ان جريزمان يرجع اتلتيكو مدريد وساول يروح لبرشلونه. فلسه الكلام كتير جدا في موضوع المفاوضات والتفكير والقرارات النهائيه بخصوص التعاقد مع بعض اللاعبين، وده امر مهم جدا. لكن كمان خلينا نروح للحساب الرسمي لأرسنال الإنجليزي على تويتر، واللي بيعلن من خلاله تعاقد مع اللاعب تافاريز، طبعا النجم البرتغالي لاعب بنفيكا السابق ولاعب مهم جدا في خط دفاع الفريق. فبالتالي إضافة لأرتيتا المدير الفني الأسباني لأرسنال، وأيضا إضافة للفريق
مع ان ارسنال انا حاسس ان هم برضو ما عندهمش مشروع طموح بخصوص تحقيق الالقاب زي ما كنا متعودين من ارسنال في بدايه الالفيه الحاليه يعني، لكن هنشوف ايه اللي ممكن يحصل ومدى التطور اللي ممكن يظهر على فريق ارسنال الانجليزي. طيب خلينا كمان نروح لحساب أز أرابيا على تويتر، واللي بيقول ان في اهتمام كبير من جانب اداره مانشستر سيتي بالتعاقد مع انطوان جريزمان. الكلام ليه على جريزمان كتير؟ لانه بصراحه مش بيقدم نفس المستويات اللي كان بيقدمها في اتلتيكو او حتى مع المنتخب الفرنسي مع برشلونه، مش بيظهر بنفس الجوده، فبالتالي الكلام دائم على رحيله. لو راح مانشستر سيتي اعتقد هيكون اضافه كبيره جدا في اطار التعاقدات اللي بيبرمها فريق مانشستر سيتي الانجليزي بطل الدوري الموسم الماضي. دي كانت بعض اهم الاخبار العالميه. خلينا سريعا ناخد مشاركات حضراتكم وتفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. وسؤال الحلقه كان توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه بكره ما بين الاهلي والمقصه، وكمان مين اللي يحرز الاهداف. نبتدي ببلال نبيل واللي قال 3 للاهلي، شريف قفشه معلول. نتمنى تبقى النتيجه طبعا كويسه جدا قبل مباراه كايزر تشيف. خلينا كمان نروح لمصطفى عنتر واللي قال ايه، قال ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0 الدوري يا اهلي ان شاء الله باذن الله. محمد عبد الرشيد قال 2-0 الاهلي، شريف واكرم، اكرم بيقدم مستويات اكثر من رائعه صراحه يعني، لاعب مهم جدا جدا. احمد جميل قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 4، حسين الشحات ومحمد مجدي ومحمد شريف وعلي معلول. نتمنى باذن الله. حسين الشحات برضو الواحد مبسوط قوي بعودته للمستوى، لاعب مهم جدا جدا جدا. يوسف حسن قال ان شاء الله 3-0 للاهلي، شريف طاهر شريف. ده ايه ده، عاملهم بالترتيب كمان يعني، شريف هو اللي يبتدي التهديف وبعد كده طاهر يجيب الجون الثاني ومحمد شريف يختم بالجول الثالث. نتمنى طاهر برضو من اللعيبه اللي ابتدى يرجع لمستواه بشكل مميز وبشكل تدريجي واضح، فنتمنى له ايضا كل التوفيق. بشكل عام ان شاء الله الفرقه تكون موفقه في مباراه الغد، مباراه غايه في الصعوبه امام فريق مصر المقصه في اطار السعي نحو الوصول لقمه بطوله الدوري الممتاز. لسه في بعض المباريات الاخرى في البطوله، لكن دي مجرد هتكون خطوه من ضمن الخطوات الهامه في بطوله الدوري المصري الممتاز، وكمان قبل مباراه غايه في الاهميه وهي مباراه كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى يوم 17 من الشهر الجاري. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند. بكره مش هنكون معاكم علشان هيكون في استوديو تحليلي لمباراه الغد اللي هتنطلق في تمام الساعه 7 مساء بين الاهلي والمقصه. نشوف بعض بعد بكره باذن الله تعالى، ونكون بنبارك لبعض بفوز الاهلي على المقصه، ونتابع اخر استعدادات او بدايه استعدادات الفريق لمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. استنونا، الى اللقاء.